وكل ملك له جناحان أو أربع أو ست أو غير ذلك من العدد. قال الله تعالى في سورة فاطر: أولي أجنحة. فسيدنا جبريل عليه السلام له 600 جناح، وقد رآه الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة بمكان يقال له أجياد، فقال له جبريل: أطلب من ربك أن تراني على صورتي الأصلية. فطلب الرسول ذلك، فظهر له من المشرق، فسد ما بين المشرق والمغرب، فصعق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي غشي عليه. ثم أخذه جبريل عليه السلام وقد تحول إلى الصورة البشرية، فضمه إليه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، ما ظننت أن الله تعالى خلق أحدا على مثل هذه الصورة. فقال جبريل عليه السلام: إن الله خلقني على 600 جناح، ما نشرت منها إلا جناحين، وإن الله خلق إسرافيل على 600 جناح، الجناح الواحد منها مثل كل أجنحتي.